المقال، كاتب المقال ده عضو في الكابينت الإسرائيلي مش صحفي في نيويورك تايمز. خليني أنقل هذا المقال لضيفي اللي بينضم إليه عبر سكايب من لوس أنجلوس، الدكتور توفيق طعمة المحلل السياسي الفلسطيني. أهلا بك دكتور. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أبدأ معاك بالعنوان الحقيقة الأول، حان الوقت لتمنح الولايات المتحدة إسرائيل بعض الحب القاسي، كيف تقيم هذا العنوان من توماس فريدمان؟ نعم، هذا يدل أن توماس فريدمان أنه غير يعني راضي عن سياسة إسرائيل وعدوانها على قطاع غزة، وأيضا غير راضي عن الدعم اللامسبوق أو الغير محدود الأمريكي لدولة الكيان، دولة الكيان الصهيوني. يعني هل لأن كل هذا الدعم اللي بتقدمه الولايات المتحدة لدولة الكيان، يعني كل هذا الدعم نتج عنه قتل أكثر من 20,000 إنسان بريء، معظمهم من النساء والأطفال، وبالتالي كل هذه الصور وهذه الأشلاء وهذا السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل أصبحت الآن يعني تنتقد من ناس معروفين في وكتاب معروفين في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني غير توماس فريدمان. هناك أيضا وسائل إعلام بدأت تتحدث بهذا الشكل، وخبراء إسرائيلي، خبراء أمريكان سابقين أيضا يتحدثون في هذا التوجه، أنه الآن يجب أن يكون هناك معاملة تختلف عن معاملة تختلف عن المعاملة السابقة، لأنه لا يمكن إنه لأمريكا أن تقدم هذا الدعم الغير مسبوق لدولة الكيان، لأنه أصبح الآن أمريكا الآن في عزلة تامة عن العالم بشكل كامل، ناهيك عن الغضب الشعبي العربي والإسلامي والعالمي عن هذه السياسة، وأيضا أمريكا يعني وضعت نفسها في عزلة دولية حتى من حلفائها الرئيسيين، وأيضا تبين أن كل الشعارات اللي بتتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية عن القيم وعن الأخلاق وعن حقوق الإنسان وعن المساواة وعن العدالة، كله تبين أن هذه مجرد شعارات، وبالتالي يعني تبين أنه كل هذه أشياء مزورة، ولا ديمقراطية ولا مساواة ولا عدالة في هذه الدنيا عندما يأتي الموضوع بالنسبة لدولة الكيان، فكل هذه أصبحت الحقيقة شعارات. فالآن نتج عن ذلك توماس فريدمان يعني هو منتقد لسياسة السياسة الأمريكية، ليس جديد يعني، ولكن الآن بدأ يتحدث مثل غيره أنه هذه السياسة، أنه على إسرائيل أن توقف حربها على قطاع غزة، أن إسرائيل هي التي تخسر، أن ولا يمكن القضاء على حركة حماس. وهذا جاء حتى على لسان وزير رئيس الوزراء الأسبق يهود أولمرت قبل يومين، وتحدث أن إسرائيل لا يمكن القضاء على حركة حماس، لا يمكن أن إسرائيل أو نتنياهو أن ينجح في هذه العملية العسكرية. هو هذا الكلام عندما يكتب في نيويورك تايمز على لسان توماس فريدمان، وهذا هو الهدف المعلن للعملية العسكرية الإسرائيلية أن تقضي على حماس. عندما يقول لهم فريدمان يجب القول أن هذا الهدف لن يتحقق، تكلفة هذا الهدف لن تستطيع أمريكا أو العالم تحملها، هزيمة السنوار بالانسحاب من غزة وجعله يتحمل إعادة الإعمار بمفرده، ما الذي يعني هذا دكتور؟ يعني أن هناك تكلفة، سواء تكلفة مادية أو تكلفة سياسية أو تكلفة ستدفع ثمنها دولة الكيان ومعها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تكلفة، التكلفة السياسية أنه إسرائيل ليست هي الدولة اللي بفكر فيها العالم أنها دولة من أقوى الدول العالم ورابع أقوى جيش في العالم وعندها الخبرة والاستخباراتية والأمنية وكل هذه الأمور، تبين أنها هي دولة ضعيفة جدا. فدولة الكيان فقدت هيبتها، فقدت ومعها أيضا الإدارة الأمريكية في دعمها هذا المطلق لدولة الكيان، فقدت مصداقيتها أمام حلفائها حتى من العرب ومن المجتمع الدولي، وبالتالي تصريحات أو حديث توماس فريدمان يعني هذا الموضوع يدل على أنه هناك خلافات، هناك عدم رضا عن ما يحدث. طيب دكتور، أنا في الحقيقة أكثر ما لفت نظري في هذا المقال
ليس العرض الذي قدمه في النهاية وسأناقشه معك بعد قليل، ولكن عبارة لا يمكن أن تصدر عن صحفي، هي تصدر عن إتمار بن غفير وزير يميني في حكومة بنيامين نتنياهو. هزيمة السنوار بالانسحاب من غزة وجعله يتحمل إعادة الإعمار بمفرده، نحن نتحدث عن كارثة إنسانية، ما الذي يريد هذا الصحفي؟ لا أعرف، يعني هو يتحدث الآن بلسان بن غفير ولسان نتنياهو ولسان سموتريتش. هذه بناء الإعمار هي المفروض يكون هذا أن تدفع ثمنه دولة الكيان ومن يدعم دولة الكيان. إذا عادة الإعمار ليس يعني ليس هذا ليس الشيء الأهم، هناك شيء أهم، هناك أبرياء، هناك ناس، هناك من فقدوا أهليهم، عائلات فقدت، من كيف ستعوض هؤلاء العائلات؟ كيف ستعوض الأبرياء؟ كيف ستعوض الأم اللي فقدت زوجها، أو الأخ اللي فقد أخوه، أو البنت اللي فقدت أبوها أو فقدت أمها؟ كيف ستعوضها؟ هذه التعويضات المادية يمكن أن تتعوض، لا مشكلة، ولكن كيف نعوض هاي الإنسان اللي فقد عائلته، فقد جميع ما يملك وأغلى ما يملك في حياته؟ كيف ستعوض هاي العائلات؟ يعني هذا لا يوجد تعويض. كيف ستعوض شخص فقد بنته أو فقد ابنه؟ لا يمكن. فهذه التعويضات، يعني عندما يتحدث أنه السنوار يتحمل، السنوار لماذا السنوار يتحمل؟ السنوار يدافع عن أرضه، يدافع عن شعبه، يدافع عن قطاع غزة. طيب عندما نتحدث عن العرض الذي قدمه توماس فريدمان لحكومة بنيامين نتنياهو، انسحاب إسرائيلي كامل من غزة مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن، وقف دائم لإطلاق النار تحت إشراف دولة ومراقبين عرب، لا صفقات تبادل مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كيف تقيم هذه النقاط الثلاث؟ طبعا هذا حديث لا يمكن للمقاومة الفلسطينية أو لأي طرف فلسطيني مقاوم أن يقبل في هذا العرض. هذا يدل يعني في مقاله يدل على انحيازه لدولة الكيان، إنهم يعني وهذه السياسة الأمريكية، وهذا أيضا تطالب به الكيان الصهيوني، ولكن هذا يتحدث بموضوع لا يمكن تحقيقه. يعني إذا أراد أي شخص يريد الحديث عن حل أي مشكلة يجب أن يكون منطقي في الحديث، منطقي في الكلام، منطقي في طرحه للموضوع. أما تتحدث يعني هل من المعقول المقاومة الفلسطينية ستسلم الأسرى الإسرائيليين لدولة الكيان وعندنا أكثر من 8,000 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية وغالبيتهم من المؤبدين؟ لا يمكن، يعني هذا أمر لا يمكن لأي إنسان فلسطيني مقاوم عنده روح وطني أن يقبل في هذا الأمر، سواء كان مهما كان. وبالتالي إذا هذا الطرح إسرائيل طرحته، وهذا لسان نتنياهو، وقال إنه يعني إطلاق سراح الأسرى ونخفف، يعني هذه الأمور وهذه الأطروحات والمبادرات هذه غير منطقية، لا تناسب المطالب الفلسطينية، خاصة مطالب المقاومة الفلسطينية. شكرا جزيلا لك دكتور توفيق طعم، المحلل السياسي الفلسطيني، كنت ضيفي عبر سكايب.